النهارده الحقيقه كل الناس قالت لك المستويات زي ما كريم قال يا احمد ان المستويات متقاربه وكل حاجه، ولكن النهارده ناس حتى معايا كان معايا كابتن حميد المعلق اللي علق على المعلق الجزائري الكبير الحقيقه اللي علق على المباراه ما بين النهارده ما بين مصر والمانيا، قال لي انا متخيل ان منتخب مصر او مقدر ان منتخب مصر هيكسب ولكن مش بفرق سبعه، وهو ده اللي انت بتقول عليه ان التوازن كان من الواضح ان هو موجود النهارده، نتمنى ان هو يبقى موجود يوم الخميس ان شاء الله. اتوقع ان شاء الله المنتخب يعني هو منتخب الدنمارك اللي فارق عن المنتخبات كلها، لا يعني ده منتخب الدنمارك ده في حته وباقي المنتخبات كلها في حته ثانيه، لكن احنا في مستوى فرنسا وفي مستوى اسبانيا، تقدر تعدي اسبانيا وتقدر تعدي ان شاء الله ان شاء الله نقدر نوصل نهائي باذن الله. لكن انا شايف ان انت قبل البطوله انت قابلت فرنسا وخسرت بخطا تحكيمي، انت كنت متعادل لغايه اخر لحظه، الحكم خطا تحكيمي حسب رمي الجزاء وكارت احمر لابراهيم المصري في اخر ثانيه واصلا ما كانتش فاول يعني، فهو يعني خطا تحكيمي وكانت في فرنسا في ملعب فرنسا. انت دلوقتي بحاله الحاله مختلفه خالص، الحاله المعنويه مرتفعه، اللعيبه بتتطور بشكل كويس جدا، عندك اثنين محترفين في فرنسا احمد هشام دودو ومحمد سند، فالاثنين عندهم خبره وتعود على اللاعبين الفرنسيين، انت حالتك افضل من فرنسا في البطوله، يعني حالتك اقوى من فرنسا في البطوله كتير، معاك حارس ممتاز بيمر اللي احنا قدامنا على الشاشه كريم كاتونجا. كاتونجو صراحه واحد عامل حاجه رائعه، واحد من افضل الحراس يعني في هو والطيار، لسه احنا عارضين ارقامهم، وبالتالي وان شاء الله منتخب مصر قادر يعني قادر باذن الله ان هو يعدي فرنسا، وان شاء الله يعني في اسوأ الظروف يعني ثالث، حتى لو ما عدنا في اسوأ الظروف ثالث نقدر نعدي اسبانيا يعني.